خلينا نستعرض مع حضراتكم تناول الصحف العالمية للحصاد وأبرز ما تصدر مؤشرات البحث مع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير يا رب. يا رب. خليني أبدأ مع حضرتك من نيويورك تايمز وتحت عنوان ليس مجرد كلمات، 10 رسوم بيانية تكشف أهم أحداث عام 2023 من حرب غزة وكيف كان العام الأكثر سخونة حرفيا. لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل. هو طبعا في كل المناسبات، في خصوصا في احتفالات رأس السنة، معظم صحف العالم بتبرز أبرز ما جاء في خلال العام. طبعا نيويورك تايمز حددت العديد من الموضوعات، وطبعا على رأس هذه الموضوعات تأتي الحرب على غزة، إلى جانب طبعا العديد من القضايا التي تشغل بال المتلقي لصحيفة. كل صحيفة أو كل وسيلة إعلامية بتحاول أن هي تبرز أبرز ما جاء في خلال هذا العام وفقا لاهتمامات الصحيفة من ناحية، واهتمامات الرأي العام الذي تخاطبه هذه المطبوعة، سواء كانت مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو غيرها. فطبعا نيويورك تايمز حددت الكثير من الموضوعات، أهمها أنه العام اللي بينقضي اليوم 2023 يعني كان هناك العديد من الموضوعات، لعل أهمها انخفاض نسب التضخم وارتفاع الدخل في الولايات المتحدة تحديدا، إلى جانب أنه برضو استعرضت أهم الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام، إلى جانب طبعا أهم القضايا اللي شغلت الرأي العام خلال هذا العام، أهمها الحادثة اللي وقعت للغواصة تيتان، وهي طبعا يعني ده كان حادث الصحيفة رأت أنه يعني اهتم به الرأي العام العالمي. فقد 5 من الذين كانوا على متن هذه الغواصة حياتهم، لأنه كانت رحلة استكشافية لاستكشاف تيتانيك وما حدث فيها، لكن طبعا الغواصة غرقت وغرق معها 5 الذين كانوا على متنها، إلى جانب أنه طبعا أهم الأفلام اللي صدرت خلال العام، فضلا عن أنه الحوادث السياسية، وطبعا يأتي على رأسها الأحداث التي يشهدها قطاع غزة الآن، هي التي شغلت الرأي العام العالمي على أكثر من ثلاثة على مدى أكثر من 3 أشهر حتى الآن. يعني تصدرت هذه الموضوعات اهتمامات صحيفة نيويورك تايمز، وغيرها طبعا من الموضوعات الأخرى التي اهتمت بها الصحيفة. طيب أستاذ صلاح، نروح مع حضرتك للبي بي سي، بتطرح سؤال مهم جدا، بتسأل ما هي مجموعة البريكس والدول الجديدة اللي انضمت ليها؟ ايه تفاصيل هذا التقرير، أهمية انضمام مصر لهذه المجموعة، ويقال ان في اسم مقترح هيكون جديد بعد انضمام الدول الجديدة؟ هو طبعا مجموعة البريكس، طبعا مصر انضمت لمجموعة البريكس، وهذا مكسب كبير للاقتصاد المصري. بدءا من الغد ان شاء الله ستكون مصر عضوا اساسيا في مجموعة البريكس. موضوع مجموعة البريكس يعني حتى نلقي الضوء على هذه المجموعة الاقتصادية المهمة، هي تجمع اهم 5 دول او من اهم الاقتصادات في العالم. مجموعة البريكس عندما انشئت ضمت البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، ودي المكون الحروف الاولى لاسماء هذه الدول، هي المكون لاسم البريكس، البرازيل بي والار روسيا والهند اي والصين سي وجنوب افريقيا اس، فده اللي كون اسم البريكس. المجموعه بتتحكم في ربع اقتصاد العالم، فلك ان تتصور انه اهميه هذه المجموعه من حيث الثقة العالمي في الوضع الاقتصادي. طبعا بعد انضمام مصر إليها، وسيبدأ هذا الانضمام بدءا من 1 يناير، انضمت مصر ضمن مجموعة التي شملها الانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وأثيوبيا، فأصبح عدد الدول الآن المكونة للمجموعة بدءا من الغد 11 دولة، بدلا من 5 الذين أسسوا مجموعة البريكس. طبعا المجموعة الأول لما أطلق عليها اسم البريكس زي ما ذكرنا أنه دي الحروف الأولى للاسم، لكن أصبح هذا الاسم مرتبط بالمجموعة، فبعض
المحللين أو بعض المنضمين للمجموعة أشاروا إلى أنه من الممكن أنه يتغير الاسم إلى بريكس بلس، ده على غرار أوبك بلس. فطبعا الاحتفاظ بالاسم الأساسي لأنه المجموعة لها اسم يعتبر من العلامات المميزة لها في صحيح. العالم الآن. وهناك يعني الدول المنضمة إلى هذه المجموعة لم تعترض على الاسم ولم يعني تسعى إلى تغيير الاسم، رغبة في استمرار هذا التجمع الاقتصادي الهائل على هذا النحو. فطبعا التجمع برضو من الأشياء المهمة اللي ممكن أن تشكل ثقلا كبيرا في العالم خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه الـ 11 دولة المنضمين طبعا لهم ثقل اقتصادي وثقل على الناحية السياسية، يضاف إلى أنه طبعا الخمسة المؤسسين لهذه المجموعة اللي احنا ذكرناهم يعدوا من أهم الاقتصادات في العالم، نظرا لأنه بالفعل هناك يعني العديد من المزايا التي تجمعهم، وسيكون هناك تبادل تجاري والعمل على التبادل بالعملات المحلية. ده برضو هيكون هدف رئيسي للتغلب على المصاعب الاقتصادية اللي بتواجه العديد من الدول، خاصة في مجال توفير العملات، إلى جانب أنه التبادل التجاري مع هذه الدول سيكون أيضا ينشط العملية التجارية والعملية الاقتصادية، وينشط عملية التنظيم والتبادل التجاري فيما بينهم، إلى جانب أنه بيفتح آفاق جديدة واستثمارات جديدة. والعديد من يعني القضايا الاقتصادية اللي بتهم دول المجموعة، 11 دولة تعد من الدول المهمة في المجالات الاقتصادية في العالم بأسره، فده طبعا يعني تجمع اقتصادي هيكون له أثره. ومصر طبعا من الدول اللي رحبت مجموعة البريكس بانضمامها باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الموجودة والنامية التي بالفعل ستبزغ في المستقبل القريب، فده هيشكل يعني أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر وللدول المنضوية في هذا الاتحاد وهذا التجمع. أستاذ صلاح، نروح لسي بي اس نيوز وتقرير مصور عن عائلة فلسطينية رزقت بأربع توائم تحت القصف، كانت كمان تحدثت عن المخاطر اللي تعرضوا ليها والمخاوف عليهم في ظل نقص الاحتياجات الأساسية والطبية. تفاصيل هذه القصة الإنسانية يا فندم. طبعا هي اللي حضرتك ذكرتي العائلة الفلسطينية اللي رزقت بأربع توائم، هي أحد يعني 50,000 يعني سيدة حامل في الأماكن المناطق الفلسطينية تعاني من أولا نضوب في المياه وتراجع في الاهتمام الصحي، لجانب أنه يعني رزق يعني الخمس أو الأربع توائم لهذه العائلة يشكل في ظل الظروف اللي بيشهدها قطاع غزة. أولا يعني هي يعني ظاهرة إنسانية طبعا الصحيفة ألقت الضوء عليها باعتبارها حدث فريد من نوعه من ناحية، إلى جانب أنه ظروف الولادة في هذا الظرف المتعسر وهذه الظروف بالغة القسوة يعني في قطاع غزة وتحت القصف الإسرائيلي، ورغم المعاناة الشديدة التي يعاني منها سكان العاديين، فلك أن تتخيلي أنه حجم المعاناة اللي عانت منها هذه الأم التي يعني أنجبت أربع توائم دفعة واحدة. فطبعا المسألة صعبة للغاية، والمسألة هناك مخاطر شديدة بالنسبة للمدنيين العاديين والأطفال الذين يعني لا يجدون رعاية صحية ولا يجدون أي منفذ للحصول على الاحتياجات الأساسية. فطبعا سي بي اس عندما يعني ألقت الضوء على هذه القضية الإنسانية، هي لفتت أنه يعني هناك أكثر من 50,000 أم صحيح. فلسطينية معاناة كبيرة طبعا يا أستاذ صلاح. طيب في نفس الموضوع، طبعا بقول لحضرتك ان المعاناه كبيره، لكن في نفس الموضوع هنروح للتايمز البريطانيه بتتكلم عن مستقبل نتنياهو في العام الجديد تحت عنوان استبدال نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بيفقد ثقه شعبه ويريد ثلثين الاسرائيليين الموجودين دلوقتي عايزين انتخابات بعد الحرب. هل ده مؤشر لان نتنياهو هيحاول اطاله امد الحرب قدر الامكان؟ طبعا هو إطالة أمد الحرب بالنسبة لنتنياهو هو أمل يحاول من خلاله القفز إلى الأمام، لأنه بالفعل بعد انتهاء هذه الحرب تحديدا سيتعرض نتنياهو للكثير من الأزمات والكثير من الكوارث على المستوى الإنساني والمستوى السياسي. لأنه أنا في رأيي أنه نتنياهو فقد
مستقبله السياسي بهذه الحرب، وأعتقد أنه المسألة لن تتجاوز الشهور القليلة حتى نجد أن نتنياهو سيحقق معه في الكثير من القضايا، سواء قضايا الفساد التي سبقت هذه الحرب أو غيرها بتعديه على السلطة القضائية، أو أيضا ما حدث من انتكاسات وكوارث في هذه الحرب التي بالفعل ما زالت مستمرة. فنتنياهو بإصراره على استمرار الحرب هو يؤخر مسألة الحساب التي سيتعرض لها بالفعل، وهو يدرك ذلك تماما، لأنه يعني المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس ولعلكم تابعتموه أو صحيح. معظم المشاهدين تابعوه، وزير الدفاع ورئيس الأركان امتنعوا عن حضور هذا المؤتمر الصحفي. هناك قضية داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك تفكك داخل الحكومة، هناك تهديدات بالاستقالة، يعني لأن الفشل الاستخباراتي والفشل العسكري الذي منيت به الإدارة الإسرائيلية في هذه الحرب سيعاني منه بالدرجة الأولى نتنياهو وحكومته. يعني هناك الآن المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، هناك مظاهرات مستمرة سواء من جانب أهالي المأسورين في لدى قوات المقاومة داخل قطاع غزة، أو على الصعيد السياسي الإسرائيلي هناك إخفاق على كل المستويات، هناك معاناة يعاني منها الداخل الإسرائيلي، هناك انتكاسات كثيرة، الخسائر المتتالية داخل قطاع غزة لإسرائيل، سواء يعني منذ قليل أعلن أحد المستشفيات أنه استقبل خلال هذه الفترة 3500 مصاب، هو رقم كبير لم يستقبله من قبل. صحيح، وقد لا تعلن عنه الحكومة الإسرائيلية بهذا الوضوح أو تعلن عن الرقم الفعلي لتأثيره الكبير كمان على الشعب في إسرائيل. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك يا فندم.